نورنا، بشكركم جدا انه حضراتكم موجودين معانا. دكتوره عبله، اتشرفنا بيكي قبل كده كتير في التاسعه، وكل مره حضرتك بتيجي بشغف وبقصه وبرؤيه وبرساله للبلد بشكل عام، مش بس لمهنه الطب. فعشان كده عايزه ابدا واسال حضرتك عن رؤيتك في قد ايه الطب ممكن يغير واقع المجتمع في مصر، عشان عارفه ان ودي حاجه حضرتك مشغوله بيها اصلا. حقيقي أولا بشكرك على الاستضافة جدا، وبهني كل أطباء مصر في يوم الطبيب المصري. الحقيقة الطب يعني الصحة، يعني هي أهم حاجة عند الإنسان. فإحنا لو بنفكر في إزاي نحسن وضع الطبيب في مصر، فإحنا بنفكر إزاي نحسن وضع الإنسان المصري. والحقيقة الطب ما هوش أبداً علاج وبس. الطب وقاية، والطب علاج، والطب رفاهية، وبالتالي رفاهة الإنسان في الطب. رفاهية؟ طبعاً. إزاي يصنف رفاهية؟ لا، وقاية دي نفهمها علاج أكيد. لا، أنت لو صحتك كويسة هتقدري تعيشي حياة بشكل أكتر أحسن. كواليتي أوف لايف اللي بيسموها كده. بالظبط، رفاهة الحياة. رفاهة الحياة أو جودة الحياة. الطفل مثلا لو أخذ رعاية من يوم ما اتولد بشكل صح، هيكون إنسان منتج، هيكون حد زي ما الإنجليز بيقولوا عليه تاكسي باير، يعني هيأدي بالزبط للدولة دورها عليه، يأدي دوره في المجتمع. أيوة، في المجتمع. وبالتالي هنقدر نعمل مجتمع منتج في حالة نفسية مستقرة. الناس علاقاتهم ببعض جميلة. الإنسان المريض أو اللي مش واخد حقه في الرعاية الصحية والنفسية بيكون إنسان ما عندوش القدرة على العطاء. ما بيقدرش يدي، ولا يقدر يبقى إنسان منتج بحق، ولا زوج ناجح، ولا زوجة ناجحة، ولا أطفال مبسوطين في المدارس. يعني الطب بس مش الملجأ وقت الأزمة، لكن حضرتك شايفاه خط منقذ أصلا للدولة. خليني أقول لك يا دينا، الدول اللي بتبص للطب إن هو علاج، هي دي أكثر دول فشلت في إنها تقدم مهنة الطب بشكلها المظبوط. ويمكن أنا كنت لسه بتكلم مع دكتور قبل ما ندخل عندك، إن رئيس المجلس الصحي الإنجليزي قال لي في سنة 2015 لما أطلقنا مبادرة حلمنا، مصر بتفكرني بالطب في إنجلترا في سنة 1948، لما كان الطب مستشفيات بس، مش وقاية، مش صحة إنسان سليم. فاهمة قصدك، فاهمة. وده ينفع نحط النهاردة في أجندة الأحلام للطب في مصر، مش كده؟ طبعا.